السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث. في طريق التحول السياسي تتجه المؤشرات إلى أن البلاد تمضي في اتجاه مشروع الحكم الذاتي للمحافظات، كما جاء في حديث رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي من حضرموت بتمكين المحافظة من إدارة نفسها ماليا وإداريا وأمنيا. وإذا نجحت التجربة ستعمم على بقية المحافظات. تقول المعلومات أن ثمة ترتيبات جارية لعقد اللقاء التشاوري الأول للسلطات المحلية عن طريق الاستقرار والتنمية، الذي تهدف الحكومة من خلاله إلى تحديد أبرز المشاكل التي تواجه السلطات المحلية ووضع خارطة طريق لتعزيز التنمية المحلية وتنمية وإدارة الموارد المالية. إذن مشاهدينا، نتوقف عند هذه التطورات لنناقشها من ثلاث زوايا: مدى إمكانية نجاح هذه التجربة في ظل مطالب الانتقال الجنوبي بالتشطير وبقاء انقلاب ميليشيا الحوثي، وهل تتجه البلاد فعلا إلى تجربة جديدة نحو الحكم المحلي كامل الصلاحيات كبديل عن مشروع الأقاليم الستة التي خرج بها مؤتمر الحوار الوطني، وما الجدوى الاقتصادية من خطوة كهذه، وهل ستحظى بدعم إقليمي ودولي؟ قبل البدء بالنقاش نتابع هذا التقرير. هل بات اليمن على موعد مع تجربة حكم جديدة؟ يجري الحديث اليوم عن التوجه نحو الحكم المحلي كامل الصلاحيات، إذ تقول المعلومات إن ثمة ترتيبات جارية لعقد اللقاء التشاوري الأول للسلطات المحلية على طريق الاستقرار والتنمية، الذي تهدف الحكومة من خلاله إلى تحديد أبرز المشاكل التي تواجه السلطات المحلية ووضع خارطة طريق لتعزيز التنمية المحلية وتنمية وإدارة الموارد المالية. خطوة جاءت عقب وعود رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي لأبناء حضرموت بتمكينهم من إدارة محافظتهم ماليا وإداريا وأمنيا، وفي حال نجحت هذه التجربة ستعمم على بقية المحافظات. ما يتحدث عنه العليمي اليوم يأتي بعد فشل الحكومة في إحكام قبضتها على مؤسسات الدولة وإدارة موارد البلاد التي تتقاسمها الميليشيات شمالا وجنوبا، حتى في المناطق المحررة من سيطرة ميليشيا الحوثي يقاسم الانتقالية الحكومة ذلك النفوذ، بل إنها تغيب في أكثر من مدينة. تعدد الكيانات التي تنازع الحكومة صلاحياتها بحسب مراقبين هي من تفرض واقعا جديدا، خاصة فيما يتعلق بموارد البلاد، إذ أضحت الحكومة تواجه عجزا ماليا، الأمر الذي يجعلها تفكر في مخرج يحد من تلك التدخلات. مشروع المحافظات أو الحكم المحلي كامل الصلاحيات يرى مراقبون بأنه خلافا لما كان قبل ثورة الشباب من حكم مركزي، وربما يكون بديلا عن مشروع الأقاليم الستة الواردة في مخرجات الحوار الوطني الذي يعد من أبرز المرجعيات. وهو ما يثير التساؤل، هل يعني ذلك انقلابا على مخرجات الحوار الوطني؟ فيما يرجح آخرون أن هذا المشروع ربما يحظى بدعم سعودي ويقضي على المشروع الانفصالي الذي يتبناه المجلس الانتقالي، أم أن ذلك سيحول البلاد إلى هويات صغيرة بدلاً عن اليمن الكبير؟ مرحباً بكم مجدداً مشاهدينا، وأرحب بضيفي. سينضم إلينا وكيل وزارة الإدارة المحلية عبد اللطيف الفجير، وسينضم إلينا أيضاً سيكون معنا من حضرموت المحلل السياسي محمد بلفخر. مرحباً بكم ضيفي، وأبدأ مع ضيفي وكيل وزارة الإدارة المحلية سيد عبد اللطيف الفجير. سيد عبد اللطيف، مساء الخير. مساء النور لكم المشاهدين أحبتي. مرحبا بك. يقال أن ثمة ترتيبات لعقد اللقاء التشاوري الأول للسلطات المحلية، هل يأتي ذلك في إطار التوجه نحو الحكم الذاتي كامل الصلاحيات لكل محافظة على حدة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لك أخي والإخوة المشاهدين. طبعا ما يتم الآن حاليا الترتيب له هو عقد اللقاء التشاوري هذا ضمن وجهات فخامة رئيس الجمهورية وكذلك دولة رئيس الوزراء، وفي إطار قانون السلطة المحلية. هذه اللقاءات هي في قانون السلطة المحلية بهدف الاطلاع والتشاور و رفع الاحتياجات للمحافظات ومناقشة ما تحتاجه المحافظات، خصوصا في الوقت الحالي من تنمية، من احتياجات، من خدمات للمواطنون. في ظل هذه الحرب التي استمرت 8 سنوات والتي شنتها هذه الميليشيات الحوثية، شلت يد الدولة في المحافظات أو في كثير من المحافظات. اليوم الدولة أو توجه الدولة اليوم هو للسعي
لمحاولة تنمية مستدامة لأبناء المحافظات، محاولة تنفيذ بعض المشاريع التي تسعى الدولة من خلال الدعم الذي يأتي للدولة ومن خلال بعض الموارد إلى تنمية بعض الموارد وإلى تنفيذ بعض المشاريع وإلى جعل هذه المحافظات أو تحويل موارد هذه المحافظات لأبنائها من أجل أن يستفيد أبناء هذه المحافظات. اليوم السلطة المحلية أو اجتماع لقاء شباب المحلية من أجل التناقش ومن أجل التحاور ومن أجل النزول إلى أبناء المحافظات والتفهم ما الذي يحتاج أبناء هذه المحافظات وما هي الضروريات التي تحتاج المحافظات. لكن تحدث رئيس المجلس الرئاسي عن اعتزام المجلس ورئاسته في منح المحافظات كامل أو السلطات المحلية في المحافظات كامل الصلاحية في إدارة شؤون هذه المحافظات إذا نجحت التجربة في محافظة حضرموت، فهل تأتي هذه الترتيبات في هذا أو في سياق هذا التصريح لرئيس مجلس القيادة؟ هنالك سعي من أجل حكم أقاليم ومن أجل أن كل إقليم يحاول أن يستقر. نحن بعد مخرجات الحوار الوطني نادينا أنه لابد من السعي أن يكون هناك دولة اتحادية. ما يقوم به اليوم فخامة رئيس الجمهورية الدكتور رشاد العليمي والحكومة هو تعزيز مبدأ الأقاليم الذي دائما ما ننادي أنه لابد أن يكون هناك يمن اتحادي من 6 أقاليم، ولابد أن كل إقليم يحاول أن يستقل ذاتيا ماليا واداريا. لكن هذا قد يراه البعض اساسا يتعارض مع فكره الاقاليم التي اقرها مؤتمر الحوار، بمعنى ان كل محافظه ستكون مستقله اداريا يعني بشكل يعني مستقل، بمعنى كل محافظه تدير نفسها، وبالتالي اصبح الامر لا حاجه لموضوع الاقاليم. أحيانا الضرورة تستدعي ذلك أو الوضع القائم حاليا يستدعي ذلك، وأيضا نعتقد أن حضرموت وأبناء حضرموت أو حضرموت هي من المحافظات الكبيرة اليمنية، وتوجه الدولة هو السعي لإعطاء أبناء حضرموت ما يستحقونه، وكثير ما ندوا أبناء حضرموت بأنهم يحتاجون إلى النظر إلى هذه المحافظة وإلى كون هذه المحافظة من المحافظة الكبيرة، وكون أبناء هذه المحافظة من التجار والداعمين، وكون لديهم موارد كثيرة ويريدون أن يستفيدوا من بعض ما يأتي إلى هذه المحافظة من تجار وغيره. فالدولة تسعى اليوم بالتعزيز مثل هذه الأشياء التي قد تفيد المواطن، بحيث يشعر المواطن أنه يستفيد من محافظته. نعم. وهذا هو التوجه بالنسبة للدولة، هو سيعمم حسب كلام فخامة رئيس الجمهورية نجحت هذه التجربة في المحافظات الأخرى، وكذلك ما اليوم في عدن كما تستحق عدن أن يسعى الجميع إلى تنمية الموارد في هذه المحافظة وكون عاصمة مؤقتة، فهذه ستكون مثل ما نادى به فخامة رئيس الجمهورية. ابقى معي سيد عبد اللطيف، وأذهب لترحيب بضيفي الآخر المحلل السياسي محمد بالفخر ينضم إلينا من محافظة حضرموت. سيد محمد مساء الخير. مساءكم الله بالخير وأسعد الله مساءكم جميعا وضيفة الكريم ومشاهديكم الأفلام. أهلا بك. بالنظر إلى ما آخر المستجدات الحاصلة في محافظة حضرموت وما شهدناه خلال الشهر الماضي، هل بات اليمن على موعد مع تجربة حكم جديدة بناء على ما ترتب عليه الوضع في حضرموت؟ لا شك فيها، لأن هذا حقيقة قرار جريء من فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي. نعم. أن يعطي فرصة للحكم المحلي إن صح التعبير كل محافظة بدءا من حضرموت على كل حال أن تبدأ حضرموت بهذا التجربة، وسيكون لها باع ومعروف دور الحضارة في كثير من أنحاء العالم في مهاجرهم أيضا في وطنهم، ولو أتيحت لهم الفرصة مبكرا لربما رأينا شيئا آخر. لو أن الرئيس السابق عبد الرب منصور هادي أعلن الأقاليم على وجه على أرض الواقع مباشرة
ربما لما حدث هذه الانقلابات وما حدث الانقلاب في صنعاء وانقلاب في عدن والملشنة التي صارت هنا وهناك ورأينا نموذج يحتذى به. الآن هي فرصة الآن وفعلا لأن المركزية المطلقة هي شر محض يعني لم نرى منها إلا كل المساوي يعني لم يرى الوطن بأكمله انهيارات متعددة وأصبح كل السلطات في يد شخص واحد أو شخصية معينة بذاتها فلم يتحقق أي شيء نجاح على مدار السنوات العقود الماضية كلها يعني لن نخصص فترة بذاتها لكن أن أتيحت هذه الفرصة لحضرموت مع وجود كفاءات واختيار كفاءات لتنفذ هذا المشروع وإبعاد خطر الملشنة على من حضرموت هناك قوات موجودة في حضرموت من هنا أو من هناك فليترك كما قيل أن حضرموت ستدير نفسها اقتصاديا وماليا وعسكريا وأمنيا فبالتالي تعطي الفرصة لأبناء حضرموت فإن نجحوا لكن سيد محمد يعني هناك من قد يرى خطوة كهذه أو توجه نحو الحكم المحلي للمحافظات يعني انسحابا من الهوية الوطنية الكبيرة الجامعة إلى هويات صغيرة تتمثل بكل محافظة وبالتالي يعني سيبعدنا تماما عن مشروع الهوية اليمنية الواحدة يراها البعض بهذا الشكل هل تتفق مع طرح كهذا؟ أخي الكريم الهوية اليمنية ستبقى الهوية اليمنية موجودة ولن يضرها شيء ما المانع أن تتنافس هذه المحافظات كلا باسمه وكلا بقدراته وأمكانياته وما تختزنه الأرض من ثروات أو البحر أيضا من ثروات سيعم نفع على الجميع على المنطقة في المحافظة في حد ذاتها ثم سيعم النفع الجميع عندما تكون مثلا مشاريع داخل حضرموت سيأتي إليها وسيعمل فيها ليس أبناء حضرموت بمفردهم بل من بقية المحافظات وسيعم النفع الجميع ايضا هناك سيكون للسلطه المركزيه لها دور او لها حصه من هذا المكاسب التي ستحصل وبالتالي لا يضر الهويه الوطنيه ولن يضر هذه الهويه الوطنيه ماذا استفدنا من الهويه الوطنيه الان وهناك ميليشيات تسيطر على العاصمه صنعاء وميليشيات اخرى تحارب الرئيس وتحارب رئيس الوزراء بعدم الدخول الى عدن مره اخرى كيف نكسب او كيف نتمسك ونتشبث بهذه الهويه ونضيع كلنا سواء على الاقل فليتركوا مجالا لبعض المحافظات المحرره ان تنطلق ومن حضرموت على سبيل المثال ومجلس حضرموت الوطني الذي تم الاعلان عنه منذ اسبوعين مضت هو ايضا يعني ينطلق في هذا نحو استقرار حضرموت نحو التنميه ونحو البناء نحو السلام ولن يتم هذا كله إلا بوجود الأمن والأمان والاستقرار. نعم. كلما وجد الأمن والأمان والاستقرار ستأتي كل هذه الأمور اتباعا وأيضا سيقتدي بها الآخرون. الجميع قد مل السلاح وقد مل الحروب التي يتم إذكاؤها من هنا أو من هناك بطريقة أو بأخرى. فإذا وجد الأمن والاستقرار من يريد القتل ومن يريد العبث ومن يريد لا الجميع سيترك هذا جانبا وسيذهب للسلام وللتنمية وللاستقرار وللحياة من أجل أن تستقر الحياة ويستمر وننهض كما نهض غيرنا يا أخي فلننظر إلى كل دول العالم الآن أصبحت انطلقت بإمكانيات بسيطة فما بالك ونحن وخاصة حضرموت يعني وهي على مدار السنين الماضية ثلاث عقود مضت أو أكثر وهي ترفض ميزانية الجمهورية اليمنية بما لا يقل عن 75% ولم نرى في حضرموت تنمية على الأقل توازي هذه الإمكانيات التي تؤخذ من حضرموت وتذهب هدر يا ريتها أيضا نموا بها تلك المحافظات أو حتى العاصمة المركزية وغير ذلك بل ذهبت إلى أرصدة اللصوص وأنت تعلم بهم بدون تفصيل أكثر بالفعل ابقى معي سأعود إليك أرحب بضيفنا سينضم إلينا أيضا رئيس مركز الإعلام والدراسات الاقتصادية السيد مصطفى ناصر سيد مصطفى مساء الخير أهلا وسهلا مساء النور بكم المشاهدين الكرام
أهلا بك أيضا. أهلا بك. في ظل التوجه نحو الحكم المحلي للمحافظات، هل تعتقد أن ثمة جدوى اقتصادية من خطوة كهذه؟ في الحقيقة هذه الخطوة ليست جديدة، ونحن نعرف أن شعار الحكم المحلي طرح سابقا، وهناك قانون ساري المفعول قانون السلطة المحلية، لكن الإشكالية الأساسية هي مسألة تطبيق أو مسألة قناعة صانع القرار بالتخلي عن صلاحياته لصالح صلاحيات المؤسسات أو صلاحيات المحافظات والسلطات على المستوى سواء كان المحافظات أو المديريات. وبالتالي وجدنا خلال النظام أو خلال الفترات السابقة هناك نظام يعني مشوه للغاية، يحق للمواطن أن ينتخب أعضاء البرلمان وينتخب رئيس الجمهورية، لكن لا يحق له أن ينتخب مدير المديرية أو محافظ المحافظة. وهنا كانت الإشكالية الكبيرة في غياب القناعة بوجود أو توزيع الصلاحيات في إطار السلطات المحلية وإعطائها صلاحيات أوسع لإدارة شؤونها، وبالتالي اقتسام الموارد مع السلطات المركزية. هذا التوجه الجديد الحقيقة هو يعني وإن بدأ أو كشعار هو توجه جيد، وبالتالي ينسجم مع ما طرح كما قلت سابقا، لكن إلى أي مدى هو يتسق مع ما طرح من مخرجات في مؤتمر الحوار الوطني، أيضا إلى أي مدى يمكن تطبيق هذه الصلاحيات يعني بشكل مركزي وبشكل أيضا على مستوى المحافظات وبشكل أيضا على مستوى المديريات، في ظل غياب رؤية واضحة لكل هذه السلسلة في المستويات الثلاثة، أعتقد أنه سيظل شعار ما لم يكن هناك إجراءات عملية تبدأ أولا من قناعة صانع القرار بأن يكون هناك فعلا توزيع أو إعادة توزيع للسلطة والثروة بين المستويات الثلاثة. طيب سيد مصطفى، يعني لا أحد يستطيع أن ينكر أن وضع الفساد مستشرم في مفاصل الدولة منذ سنوات وليس يعني في الفترة الأخيرة، ولكن يعني هل يمكن لخطوة كهذه أن تنجح في إدارة موارد الدولة وتنميتها في ظل حالة الفساد التي يعني ملاحظة في معظم مفاصل الدولة؟ طبعا الفساد هو آفة التنمية، وبالتالي سنجد أنه حتى في ظل توزيع الصلاحيات للمديريات أو المحافظات في ظل وجود الفساد لن يحقق شيء. نحن لدينا تجربة حية خلال السنوات الماضية، تم تسليم المحافظات المنتجة للنفط ومنها حضرموت نسبة تصل إلى 20%، وصلت المبالغ إلى أكثر من 600 مليون دولار، لكن هذه المبالغ تبخرت وذهبت يعني هنا وهناك، ولم تعد على المواطن الحضرمي بأي نتيجة تذكر. هذه حقيقة يجب الاعتراف بها، وبالتالي نحن لسنا أمام يعني فقط نموذج للحكم، هل هو حكم مركزي أو حكم محلي، نحن أمام حالة فساد منتشرية، وبالتالي سيظل أو ستتعطل معها أي رؤية لأي إصلاحات يعني في البلد على المستوى المركزي أو على المستوى المحلي، ما لم يكن هناك يعني نزاهة وشفافية ومساءلة. مسألة إعطاء المحافظات صلاحيات هذا مبدأ مهم، واتبعته كثير من الدول ونجحت فيه يعني على مستوى المحافظات، ونحن نعرف الكثير من الدول سواء كانت الدول الفيدرالية أو الدول التي تعطي أو فيها لا مركزية واسعة الصلاحيات، لكن أيضا هذا مرتبط بمنظومة من الحوكمة، منظومة من الحكم الرشيد والمساءلة.
إذا لم يكن هناك مساءلة سيتحول الفاسدون فقط يعني من مستوى مركزي إلى مستوى محلي ولن يكون هناك جديد. نعم، يبقى معي سيد مصطفى. أعود لضيفي وكيل وزارة الإدارة المحلية السيد عبد اللطيف الفجير. وسيد عبد اللطيف، يعني في ظل الواقع المعاش حاليا، ميليشيا الحوثي تسيطر على شمال البلاد والانتقالي ينادي ويتجه بقوة باتجاه مطلب التشطير، ومجلس رئاسي مع حكومة تتجه لمنح الإدارة الذاتية للمحافظات. هذه الخطوة ما مدى إمكانية نجاحها أمام هذا الواقع؟ أنا أعتقد أن توسيع الصلاحيات للمجالس المحلية أو للحكم المحلي في القانون أولا، ونحن في وزارة الإدارة المحلية نحاول أن نسعى إلى تنسيق العملية بين الإدارة المركزية وبين السلطات الفرعية. لابد أو نحن دائما ندعو لتوسيع الصلاحيات وإعطاء الصلاحيات للإخوة محافظي المحافظات في إدارة مواردهم، ولابد من فتح مجال التنافس بين محافظي المحافظات. فالمحافظة التي تنجح والتي تسعى لاستغلال مواردها والتي تحصل مواردها هي المحافظة التي تستحق الدعم. نحن كنا في النزول الميداني الذي تم تكليفنا من قبل رئيس الوزراء وزرنا المحافظات، ووجدنا أن هنالك في بعض المحافظات قصور كبير في تحصيل موارد الدولة. يعني وجدنا أن هناك من موارد الدولة التي لا تحصل نتيجة لتغيير المحافظين أو الاستمرار أو كثرة التغيير للمحافظين في بعض المحافظات، أو نتيجة للوضع القائم ولعدم تفعيل دور الرقابة كجهاز الرقابة والمحاسبة أو مجلس النواب وغير ذلك. هذا أعطى نوع من التثلث الرقابة من عدم استغلال الموارد الاستغلال الأمثل. نحن اليوم يا أخي في اليمن لدينا موارد كبيرة جدا، ولكن هل سنسعى جميعا ونمنح الصلاحيات للمحافظين وللوحدات الإدارية في المحافظات من أجل استغلال هذه الموارد؟ أهم نقطة اليوم لابد أن نركز عليها هي قضية الرقابة. إذا وجدت الرقابة سيشتغل جميع وسيحصل هذه الموارد، لأن المال السائب يعلم الناس السرقة. إذا لم نستغل مواردنا في ظل هذا الوضع القائم فإننا لن نستطيع أن نخدم المواطن بالشيء. اليوم المواطن في المحافظات يعاني الأمرين، سواء في جانب الخدمات كهرباء عدم اليوم لابد من تحسينها، الحر يقتل الناس. الوضع اليوم في المحافظات وضع مزري إذا لم نتحرك جميعا، وإذا لم يكون لدينا حس وطني أو شعور وطني لانتماء لهذا الوطن والتحرك نحو بناء وطننا، فإننا لا شك سنكون ضحايا وسنكون ضمن الدول التي أمرت اقتصاديا. وحدنا ذلك طيب يعني الوقت داهمنا سيد عبد اللطيف، ولكن أرجوك باختصار، هل ستحظى هذه الخطوة بدعم إقليمي ودولي؟ أنا أعتقد أن هذه كانت مدروسة ولم يتخذ قرار التشاور مع كثير من السفراء الدول الذي التقى بهم فخامة رئيس الجمهورية وكذلك دولة رئيس الوزراء وكذلك وزير الخارجية وكثير من وزراء الحكومة. وأنا أتوقع أن هذه الخطوة إن تم تشجيعها وإن تم دعمها فإنها ستنجح، وهذا ما نتوقعه. أشكرك. في الأيام القادمة. أشكرك جزيل الشكر وكيل وزارة الإدارة المحلية سيد عبد اللطيف الفجير، كنت معنا. وأعود بسؤال لضيفي المحلل السياسي محمد بالفخر. وهنا سيد محمد، يعني أمام الواقع الحاصل مطالب بالانفصال والاتجاه بقوة باتجاه هذا المشروع من قبل المجلس الانتقالي وسيطرة على شمال البلاد من قبل ميليشيا الحوثي، هذه الخطوة والآلية والمشروع الجديد الذي تبناه المجلس الرئاسي إلى أي مدى يتوقع له النجاح؟ هي حقيقة خطوة جيدة إن فعلت بشكل
رائع بشكل اختيار الكفاءات واختيار النظم التي تنظم مثل هذا العمل. كل هذه المشاريع التي ذكرتها ستتلاشى. ماذا يبحث المواطن؟ يبحث عن لقمة العيش، يبحث عن الأمن، يبحث عن الاستقرار. إذا وجد هذا الأمر ستسقط كل الشعارات التي غذي بها من هنا ومن هناك. وحتى المناطق التي مسيطرة عليها هذه الميليشيات عندما ترى التنمية في مناطق أخرى قطعا أقل تقدير أنها إن لم تثر على هذه الميليشيات لن تتيح لها استمرارية البقاء يعني في على أقل تقدير. وبالتالي يعني هي الخطوة الآن هي بيد الرئيس. الرئيس فعلا إذا تم تنفيذ هذه الخطوة وهذه التوجيهات على أرض الواقع بالاختيار الكفؤ للمحافظين والإدارات بشكل عام وتفعيل دور الرقابة، يعني ليس عملية إن مال يترك هكذا كما قال أخي هناك أخي مصطفى، حصة 20% من النفط التي سبق أن اعتمدت أين ذهبت؟ عندما يتم تغيير محافظ لا يتم محاسبة عما مضى، بس خلاص أخذ أتى المحافظ الذي تلاه وأخذ المكتب منه ووقع على استلام المكتب، لكن ماذا تم؟ كيف تم؟ كيف صرفه؟ أين ذهبت هذه الأموال؟ هذا لا أحد يسأل عليها. وكذلك الوزراء وكذلك يعني هلم جرا على لو سنسرد يعني هذه هي المصيبة. إن تم تفعيل دور رقابي قوي شيء طبيعي أنه الأمور ستمشي كما يراد لها، ستجد دعما إقليميا دعما دوليا. الناس تبحث عن السلام، لم يعد هناك الناس يبحثون عن الإشكاليات والحروب. وضحت الصورة لأن الوقت دهمنا. أشكرك جزيل الشكر المحلل السياسي محمد بالفخر، كنت معنا من حضرموت. وهنا سؤال أخير أيضا لضيف رئيس مركز الإعلام والدراسات الاقتصادية سيد مصطفى نصر. سيد مصطفى، برأيك ما الذي يمكن أن أو هل يمكن أن يكون ذلك حلا أمام الحكومة التي تعاني من العجز المالي وفقدان مواردها لصالح الكيانات والميليشيات المسلحة في الشمال والجنوب؟ سيد مصطفى هل تسمعني؟ في الحقيقة أنا أتمنى أن هذه الخطوة لا تكون هروبا إلى الأمام، وإنما تكون خطة وفق خطة حقيقية لتلافي ما حدث خلال السنوات الماضية من تعطيل للمحافظات وقدراتها وإمكانياتها وإعطاها الفرصة لأن تدير شؤونها بنفسها. هذا واحد. ونحن نعرف أن قانون السلطة المحلية رغم أن هناك ملاحظات كثيرة عليه، هناك أكثر من 60 قانون يتعارض مع هذا القانون، وبالتالي هناك إشكالية قانونية كثيرة في هذا الجانب. النقطة الأخرى هي مسألة النقطة الجوهرية في هذه المسألة هي مسألة الرقابة والحوكمة على المستوى المحلي. كما قلت نقطة أساسية هي مسألة أن يكون هناك كفاءة في إدارة المحافظات وإدارة موارد المحافظات. لن المحافظات نحن نعرف أنها إيراداتها ضعيفة حتى الآن ومتواضعة، وبعض المحافظات إيرادات يعني لا تغطي يعني جزء يسير من المرتبات، وبالتالي مسألة أن يتم الإعلان هكذا دون خطة مرتبة لعملية توزيع الموارد على المستوى المركزي وعلى المستوى المحلي وإعادة تفعيل جباية أو الإيرادات كلها على المستوى الدولة ككل، هذا في تصوري ربما يشكل قفزة جديدة من القفزات التي أشكرك. نخشى ألا تحقق شيء على الواقع. أشكرك رئيس مركز الإعلام والدراسات الاقتصادية سيد ناصر مصطفى، كنت معنا. ومشاهدينا بهذا نكتفي ونكون قد مصطفى ناصر عفوا أيوب بهذا مشاهدينا نكتفي ونصل إلى ختام حلقة اليوم من زوايا الحدث، حتى نلتقيكم في حلقة قادمة. تقبلوا تحياتي وتحيات منتج هذه الحلقة الزميل نجيب إسماعيل، وهي من جميع أفراد طاقم العمل. في أمان الله.